صحيح. طيب تعالى بقى نروح للصدارة. الصدارة وواضح ان في منافسة كبيرة جدا وندية كبيرة جدا ما بين النادي الاهلي وكمان نادي بيراميدز. شفنا المباراة الاولى اللي جمعت ما بين الفرقتين انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين لهدف، واحنا كمان في انتظار المباراة القادمة ان شاء الله هتكون بكرة، مباراة الاهلي وبيراميدز، ويمكن المباراة دي هتحدد بشكل كبير جدا مين هو صاحب اللقب في الموسم الحالي. بصي على الورق فرص الاهلي هي الاقرب، لكن بص للسيناريوهات كلها تقريبا كل شيء وارد، كل شيء وارد. اللي مصعب الموضوع ان الاهلي لسه عنده 9 ماتشات، فيعني ده ما نستبعدش انه ممكن فقدان اي نقط، لكن فوز الاهلي على بيراميدز بيحسم الامور بنسبه قد تصل ل 90%. فاعتقد ان كمان حاجه تانية ان الاهلي عنده مشكله، الاهلي ما كسبش بيراميدز في الدور الثاني من يوم ما اتغير مسماه، ثلاث هزايم وتعادلين. كمان بيراميدز دي يعتبر من دي مباراه الفرصه الاخيره بالنسبه له في الدوري، اي نتيجه غير الفوز يعني هتقرب الاهلي بشكل كبير. هنيجي نبص ان الاهلي فرصه حتى التعادل في مصلحه الاهلي، لانه هيحافظ على فارق ال4 نقط ان الاهلي ممكن يكسبهم في حاله فوزه بالمباراه اللي ناقصه عن بيراميدز. لكن على ارض الواقع هنلاقي ان الاهلي ماتشاته اصعب من بيراميدز. بيراميدز عنده الزمالك من ضمن الماتشات المتبقيه له، بس اعتقد ان الاهلي لسه باقي له سيراميكا، باقي له مودرن سبورت، باقي له المصري، باقي له زد، باقي له انبي، باقي له سموح. فاعتقد لسه الامور في الملعب لسه. لكن فوز الاهلي على بيراميدز في المباراه اللي هتجمعهم بتقرب الاهلي بشكل كبير لدرع الدوري للمره 44. صحيح. طيب خليني اسالك، هل تتوقع ان مارسيل كولر في لقائه بكره ممكن يخوض اللقاء بنفس الطريقه اللي قاد بها اللقاء اللي فات مع فريق بيراميدز، لقاء الدور الاول اللي كان مؤجل؟ اعتقد ان كولر اللي عمله في ماتش الالومنيوم في كاس مصر ان هو كل تفكيره وتركيزه في ماتش بيراميدز. اعتقد ان هو هيلعب بنفس الشكل ونفس الاسلوب اللي لعب بيه مباراه الدور الاول. ممكن يكون تغييرات في التشكيل. يعني احنا يعني هل هيدفع بمروان عطيه بشكل اساسي ولا لا؟ عنده مشكله كمان في نص الملعب، ان ده هتكون اخر مباراه لديانج قبل احترافه في السعوديه في نادي الخلود السعودي. وحاجه ثانيه كمان، يعني هو الماتش اللي جاي اللي هو المصري هيدي راحه لمروان عطيه عشان زواجه. فكده الاهلي عنده مشكله في نص الملعب. صحيح. مع اصابه عمرو السوليه وتواجد احمد نبيل كوكا، فاعتقد مع منتخبنا الاولمبي وكمان اصابته مع المنتخب الاولمبي يعني اطمنا بشكل كبير ان هي الاصابه هي كدمه في وش رجله، ولكن هي كدمه قويه شويه. بس في كل الاحوال ان الاهلي عنده مشكله بالنسبه للغيابات، ودي حاجه غريبه جدا. احنا كنا بنتكلم في الاسابيع اللي فاتت ان النادي الاهلي عنده وفره كبيره جدا في خط النص، وكلهم لعيبه على يعني اعلى مستوى، ويمكن بيمتاز بخط نص ما فيش زيه في مصر، ولكن فجاه اصابات بتضرب خط النص. وحاجه ثانيه كمان، يعني انت في يعني رحيل لعيبه الموسم. صحيح. يعني انت وافق على جواز محمد هاني والماتشات شغاله. والنهارده بيوافق على اجازه جواز ما برضو خلينا نكون يعني طبيعيين ونتكلم بشكل واقعي. اللعيبه دول هيتجوزوا امتى؟ هيعيشوا امتى اصلا؟ مش بس ده، يعني انت دلوقتي عندك موسم في موسم، ويخلص الموسم ده مع النادي يجري بسرعه عشان يلحق الماتشات اللي جايه مع المنتخب، يخلص المنتخب يدخل في ماتشات النادي، الماتشات الافريقيه، الماتشات القاريه، يدخل في المنافسات هيتجوزوا امتى؟ هيعيشوا امتى اصلا؟ مش بس على الاقل يعني في ماتشات صعبه، على الاقل اضمن انك تحسم البطوله بشكل كبير. وبعدين ومفيش كمان بديل، يعني انت وفيت ان رحيل ديانج، يعني مين بديلهم الاثنين في الاهلي دلوقتي؟ يعني هتبقى مشكله كبيره خلال الفتره اللي جايه. خطيبته هتزعل منك. لا انا بتكلم على بوظ لها الجواز. انت بتكلم على احتراف، ما بتكلمش عن اي حاجه ثانيه، بتكلم على بس برضه خلينا برضه نتفق هو ان أنا المشكله معاك ان اللاعب من حقه يعني ما لازم يعيش حياته. لكن وخلي بالك هو لازم يكون في توازن ما بين الحياه الشخصيه وما بين الشغل، لان انت لو عندك دروب وعندك مشاكل في حياتك الشخصيه ده بينعكس بشكل كبير جدا عليك في الملعب. تمام. وبرضه احنا بنتكلم بشكل احترافي، فهو بشكل احترافي اللي بيحصل عندنا اصلا في الدوري المصري ده ما هوش احترافي. كلامك صح. ما هو احنا موسم في موسم يا جماعه، الموسم اللي جاي هيبقى استثنائي يا جماعه، الموسم اللي جاي هيبقى من مجموعه واحده، من دور واحد، من مجموعتين، هنعمل مش عارفه ايه، ومفيش اي حاجه بتحصل. مفيش اي حاجه بتحصل، وبنكمل بنلحم موسم في موسم، ولاعيبه يعني بتتصاب، ما مش عارفه تعيش حياتها الطبيعيه، مش عارفه لا تتجوز ولا تسافر ولا تخرج ولا تتفسح ولا تشوف عيالها ولا تشوف اهلها. فالموضوع
بصراحه كله لازم يتحل بدوري استثنائي الموسم القادم، سواء بقى كان يعني دوري من دور واحد او من مجموعتين، او النظام البلجيكي اللي هم بيقولوا عليه ان هو دوري من دور اول، وبياخدوا ياخدوا اول 10 ويعملوا دوري ما بينهم، ده هيقلل عدد الماتشات، يعني حوالي 10 ماتشات هتقل عن الطبيعي.